ختام مميز شهده حفل أستال الستار عن بطولة البحرين للصقور والصيد، وذلك من خلال مسابقة مزاين الصقور بمشاركة 25 طيراً من أنواع الصقور المختلفة وحضور خليجي لافت. وشهد حفل ختام البطولة التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وبحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الإعلان عن الصقور الفائزة في مسابقة مزاين الصقور، إضافة إلى تكريم الفائزين في مسابقات البطولة والتي امتدت على مدار شهر ونصف وشارك فيها ما يزيد عن 920 متسابقاً من البحرين ودول الخليج. صداها تشوفين حوالينا وتشوفين ردة أفعال الضيوف وتشوفين ردة أفعال المشاركين، هذا اللي يهم. احنا منظمين واحنا أصحاب الفكرة هذه، فما نبي نمدح أنفسنا، ولكن إن شاء الله كل عام بيكون لنا يعني بصمة جديدة، ونتمنى إن شاء الله أن هذه الرياضات تنمي التراث ونتمسك بها أكثر، وإن شاء الله نربي الأجيال على هذا النحو بإذن الله. المعايير مثل ما قلتي إحنا للطير الأجمل، لها معايير مقاس الطير، لون الطير، طير خالي من العيوب والإصابات، فالمحكمين يروحون على الأمور هذه، بعدين آخر حاجة يروحون على جمال الطير. فالمحكمين كلهم ذا لها الخبرة وناس محكمين في دول مجلس التعاون، وإحنا عندنا يعني يمكن إحنا اللجنة الوحيدة في الخليج إن كل محكم من دولة. هي مشاركتنا اليوم في مملكة البحرين كانت مشاركة محبة، ما كانت مشاركة منافسة، لأن إحنا ندري إن شاء الله أنهم يعطون الطيور حقها. أول شيء عطوا طيري حقه ولله الفضل والمنة، وأشكر مملكة البحرين، أشكر أخوي الشيخ ناصر بن حمد، أشكر أخوي الشيخ فيصل بن راشد الخليفة الله يبيض وجيههم على هذا المهرجان اللي ضم نخبة من أبناء دول مجلس التعاون ومن أندر طيور العالم. ثاني سنة أشارك فيها، والحمد لله طلعت المركز الأول العام في فئة الإناث، وهالسنة الحمد لله الأول في فئة الذكور. أحب السلوقي من أنا صغيرة يعني، وهاي كان هواية لي إن أنا أقتنيها وأربيها وأنتج منها يعني، والحمد لله يعني سنحت لي الفرصة إن أبتدي إن أكون السلالة اللي تحتها اسم المربع مالي، فإن شاء الله يعني من هذه الأساس نتطور إلى أعلى إن شاء الله في مسابقات دولية يا رب.